السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة دي اليوم إن شاء الله هي عبارة عن تورتة باردة بجوج طبقات مختلفة بدون فرن، كتجي رائعة. تابعوا معي الفيديو حتى الأخير باش تكتشفوا مقادير وطريقة الوصفة. كنتمنى تعجبكم إن شاء الله. إذن في مقادير التورتة غادي نحتاجو هنا بسكوي مطحون، أي نوع ديال البسكوي اللي بغيتو، يا إما هذا المربع ولا الدائري. هنا استعملت تقريبا 4 ديال الباكيات من بسكوي كبير، ماشي ديال درهم، ديال 2.5 دراهم، 4 ديال الباكيات. استخدمت هذا اللي بالنكهة ديال الكوك، تيجي المذاق ديالو رائع. طحنتو في المولينكس وضفت ليه تقريبا واحد 100 أو 140، ما بين 100 و 140 غرام ديال الزبدة، أي زبدة موجودة عندكم، ديال الزبدة ديال الدهن ديال لي بواط أولا زبدة حيوانية، لكم الإختيار. وكنضيفو ليه 2 معالق كبار ديال الكاكاو، كنغربلوه. كنغربلو مزيان باش ميوقعش لينا دوك الكويرات، يعني ما كيبغيوش يندمجوا دغيا في الخليط، من الاحسن اننا نغربلو. وغادي نخلطوا العناصر كامله، كنحاولوا اننا ديك الزبده يعني ندخلوها كامله مع البسكوي باش البسكوي كيتلبس كله بديك الزبده. هنا واحد الملاحظه، يعني بالنسبه للزبده انا كنفضل من الاحسن، يعني من الاحسن لان كتجي الفون دو طارت شويه بالزبده، كتجي شويه يعني كتقهم بزاف، كتجي ميد ما. من الاحسن يعني هاد البسكوي هذا نجمعوه بديسير شوكولا اولا كراميل، يكون احسن، احسن من الزبده، غتجي خفيفه احسن من الزبده. هذه غير ملاحظه ولكم الاختيار. كناخذوا مول ديال اللي غنديروا فيه لاطارت ديالنا، كنفرشوا فيه يا اما بابي سيلوفان اولا بابي الومنيوم، يعني ما نخافوش من بابي الومنيوم لان ما غاديش تدخل الفرن، يعني تدخل غير الثلاجه ماشي مشكل. كنحاولوا نطاليو الخليط، نصف غادي نديروه في القاعده والنصف الاخر غادي نحاولوا نقادو به الجوانب ديال لاطارت. كنقادوها مزيان، من الاحسن اننا نستخدمو ملعقه باش كيتاطال مزيان وما كيخليش لينا فراغات، وكتجي متماسكه ملي كتدخل الثلاجه، كتجي متماسكه بحال الا طايبه في الفران. كنضغطو بالملعقه مزيان وكنقادو الجوانب، كنبقاو غاديين هكذا بنفس الطريقه حتى كتبان لينا يعني الفون دو طارت كلها، يعني طبقه وحده مقاده ما فيهاش حفر اولا يعني شي بلاصه طالعه وبلاصه هابطه، يعني تكون مقاده مزيان. وحنا كنضغطوا بالمعلقه باش تمسك مع بعضياتها، انتما ما كتشوفوها. دابا غادي نديرو الطبقة الثانية اللي غادي تكون في الجوانب، عفوا ماشي الطبقة الثانية، النصف الثاني ديال الخليط غادي نحاولو نوزعوه على الجوانب، وغادي نخدموه حتى هو بنفس الطريقة. كنبقاو نطلعوه مع الجوانب وكنضغطو عليه باش كيشد الفورمة ديال المول وما كيتحلش لينا ملي كنحيدو المول، كنحلوه ما كيت يعني ما كيتفرتش، كيبقى متماسك وشاد راسو. كنطلعوه بالمعلقه، نتوما كتشوفوا الطريقه، الطريقه سهله وبسيطه، يعني ما فيهاش شي تعقيدات.
يعني ها هو اليومول بعد ما سليناه غادي ندخلو الثلاجه يبرد، يعني في نفس الوقت غادي نحضرو. هنا بالنسبه للكريمه الاولى غادي نحتاجو فيها 3 المعالق كبار ديال الكريم باتيسيير اولا كريمه الكاسترد، يعني كنديرو 3 المعالق كبار عامرين انها بغيناها تكون عقده، وغادي نضيفو لها 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. المهم بالنسبه للحلاوه على حسب الذوق، وكنضيفو لها كاس كبير ديال الحليب اولا تقريبا ربع لتر ديال الحليب. غادي نخلطوها مزيان حتى ما كيبقاوش هذوك التكتلات وكتنسجم العناصر كامله. غادي نديروها فوق العافيه حتى يعقد الخليط مزيان ونطلقه. من هنا بعد ما عقدت لينا الكريمه نتوما كتشوفوا القوام ديالها عاقد مزيان، احنا بغيناها تكون عاقده باش تشد لينا في لاطارت. كنضيفوا ليها 2 ديال لي ديسير كراميل، غادي نخلطوهم مزيان مع الكريمه. تن هنا كنضيفوهم والكريمه باقا سخونه، يلا حيدناها من فوق العافيه باش كي يتخلطوا لينا وكيتنسجموا. كنحاولوا اننا نخلطوهم مزيان باش تكون الكريمه ديالنا ليس. من بعد غادي نخرجوا لاطارت ديالنا يعني لو فون دو تارت من الثلاجه، وغادي نصبوا عليها الطبقه الاولى من الكريمه اللي فيها كريمه الحلواني كريم باتيسير والحليب والسكر ملي عقدات. ضفنا لها 2 ديال لي ديسير كراميل وحركناهم مزيان حتى تنسجموا، وكنحاولوا اننا نقادوهم يعني نقادو السطح ديالها. وغادي ندخلو هاد الثلاجه تبرد، في نفس الوقت غادي نحضروا الكريمه الثانيه. دابا بالنسبه للكريمه الثانيه يعني تقريبا نفس المقادير الاساسيه، كنحتاجو 3 المعالق ديال كريم باتيسير. انا هنا درت غير 2 عامرين يعني عامرين مزيان. كنضيفو ليهم تقريبا 2 معالق كبار ديال بودرة الكاكاو، الكاكاو المر ماشي الحلو، كنغربلوه باش ما يكونوش فيه دوك الكويرات ان كيصعبوا باش يذوبوا. وغادي نضيفوا عليهم يعني بحال الطريقه الاولى ديال الكريم، كاس كبير ديال الحليب اولا ربع لتر ديال الحليب. غادي نخلطوا العناصر مزيان وغادي نحطوهم فوق النار حتى كتعقد الكريمه مزيان، عاد غادي نحيدوها ونطلقها. من بعد ما عقدت لينا الكريمه فوق العافيه غادي نضيفوا لها 2 ديال لي ديسير شوكولا. اذا في الطبقه الاولى درنا 2 ديسير كراميل، الطبقه الثانيه غادي نديروا 2 ديسير شوكولا. يعني تورته سهله وبسيطه جدا، يعني كتوجد في وقت وجيز، ما كتاخدش وقت وما كتعيك لا دخل من الفران لا خرج من الفران، يعني سهله وبسيطه تبرعوا بها وليداتكم. اذا كنخلطوا الكريمه مزيان مع الديسير شوكولا حتى كينسجم مزيان، عاد غادي نضيفوه فوق من الطبقه الاولى ديال الكريمه اللي درنا في الاول. لان هنا خرجنا التورته ديالنا من الثلاجه وغادي نضيفوا عليها الطبقه الثانيه ديال الكريمه. الطبقه الاولى كانت بالكراميل والطبقه الثانيه بالشوكولا. وغادي نسرحوها مزيان، نقادوا الجوانب. غادي ندخلوها للثلاجه تبرد،
يعني في هذه المرحله هذه ضروري اننا نخليوها على الاقل 4 ساعات، 4 ديال السوايع في الثلاجه باش كتبرد وكتشد راسها مزيان، باش ملي كنديمو ليها من المول ما كيتفرتش لينا البسكوي او لا كيتحل. غادي ندخلها للثلاجه وغادي نخليها تبرد ونتلاقاو ان شاء الله التزيين. هي التورته ديالنا بعد ما بردات خليتها في الثلاجه 4 ديال السوايع وخرجتها. غادي نزينها بالكاكاو المر تقريبا واحد المعلقه كبيره، كنديروه في الصفايه وكنحاولوا اننا يعني نغبروها من الفوق كامله، كيعطيها واحد النكهه داك الكاكاو المر، ديك المروريه ديال الكاكاو المروريه مع الحلاوه كتعطي واحد النكهه رائعه. وبطبيعه الحال يعني التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزين كما بغى وبالطريقه اللي بغى. غادي نزينها بشوكولا فيرميسيل سوداء، يعني نتوما اللي موجود عندكم زينوا به لي بيبي دو شوكولا اللي كنستعملوا في الكوكيز او لا غير الشكلاط، يعني نحكوها من الفوق او لا، يعني على حسب الاختيار. التزيين كيبقى اختياري، تفننوا فيه كما بغيتوا. دابا التورته ديالنا واجده، هي بعد ما سالينا التزيين ديال التورته هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي رائعه وزوينه، يعني حتى المذاق ديالها رائع. بالنسبه للجوانب ممكن اننا يعني نديرهم اقل، انا شويه جوني طالعين بزاف، ممكن انكم تنقصوا في يعني في الحجم ديال الجوانب ما يكونوش طالعين هكذا. هنا هي كتشوفوا التورته من الداخل بعد ما قسمت واحد الطرف، كيجي داك الطبقات يعني طبقه بالكراميل وطبقه بالشوكولا، كتجي رائعه. نتوما ملي كنقسموها بالملعقه يعني الطبقه التحتانيه فون دو تارت كتجي واقفه يعني شاده راسها ما كتفرتتش، والمذاق رائع ولا يعلى عليه، يعني تبردوا بها في هذا الصيف. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، والى اللقاء في فيديو قادم.